أعلن مجلس الصحة الخليجي عن نشره أكثر من 250 فيديو توعوي مبتكر لتصوير فيروس كورونا منذ بداية الجائحة. كما أوضح المجلس أنه نشر أيضا أكثر من 115 حملة تحفيزية توعوية للقاح كورونا باستخدام أهم 7 منصات في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك سعيا للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.